اتعلموا مني قبل ما اروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا استعراض لثالث منتجات سماعات يعني مكبرات صوت. أول منتج سعره ب42 ريال مع التوصيل. طبعا هذا المنتج من أفضل المنتجات اللي راح نستعرضها في هذا الفيديو. طبعا هو مكبر صوت بلوتوث اف ام، ايضا فيه يو اس بي اللي هو الفلاشة، وايضا فيه ذاكرة اللي هو الاس اس دي، المهم اللي الذاكرة الصغيرة هذه يعني موجودة يعني تدعم الدواكر الصغيرة. طبعا هذا الكتالوج او يعني مجرد يعني، وهنا يأتي معها شاحن كما ترون. فك الآن المنتج هذا صراحة يعني جميل، يعني صراحة أعجبني مرة جدا. The Bluetooth device is ready to pair. طبعا تسمعون صوته جدا جميل. FM tuner. طبعا هذه الـ FM الآن موجودة عندك يشتغل. طبعا الحين راح نستعرض الصوت له، اسمعوا مشاركات، ويبدو ان القصه جتنا، بناخذ القصه ان شاء الله بعد الاغنيه. هاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة. طبعا عندنا المنتج الثاني ايضا من نون، وهو منتج صراحة سيء يعني يعني جدا سيء. انا شريت منه اثنين، شفته رخيص شريت منه اثنين، هو بسعر 13 ريال مع التوصيل، لكن يعني لا انصح فيه. يعني الصوت يعني مو مرة يعني ذاك الجودة العالية يعني تقريبا، ويعني شوفوا الان شو اسمه الشاحن معفوض جاني يعني الآن كما ترون أمامكم. يعني فيه دعم لمايكرو شو اسمه، المهم أي يعني تشوفونه يعني. The Bluetooth device is ready to pair. يعني منتج يعني متوسط. الحين نستعرض الفيديو أو نستعرض المسجل. الحين نستعرض المسجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الآن لدينا المنتج الثالث، وهو سعره 17 ريال مع التوصيل من إكسبريس، ويأتي يعني بألوان، يعني لما يتشغل يعني يشتغل ألوان يعني مختلفة كما نلاحظ. هو يعني صراحة أفضل من السابق، ولكن يعني الأزرار أحس أنها رديئة جدا، يعني أحس أنها مع الوقت راح تنتهي. وهنا يعطيك شاحن لها يعني. والآن استعرض صوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.